لرياضة جميلة جدا الكاراتيه. الكاراتيه من ألعاب الدفاع عن النفس، وكمان زي ما بيقولوا بتقوي الثقة، وكتير من أولياء الأمور بيخلوا أو يعني بيقبلوا كده عليها للأسباب اللي هي ترفع من الثقة لأولادهم والروح المعنوية وغيره. خلينا نروح نشوف كده تدريبات في النادي الأهلي للكاراتيه ونرجع نكمل وهي عن ولادنا هناك المرتبطين تحديدا بهذه اللعبة. سن صغيرة سن حساس جدا في التعامل، بس احنا بناخدهم واحدة واحدة ما نسجلش عليهم. دكتور مروان عاصم بينا رئيس الجهاز بينا تعليمات ان الاطفال البراعم نمشي من خطوة خطوة، مش مستعجلين خالص عشان ياخدوا وقتهم في التأسيس، وده بيخلينا نوصل في الاخر خالص ان احنا نطلع ابطال متأسسين مظبوط وعلى قدر كافي من المستوى اللي يأهلهم ليخشوا بطولة القاهرة، بعد كده بطولة الجمهورية، بعد كده يبقوا لعيبة منتخب مصر، وبعد كده يبقوا ابطال عالم. احنا تدريباتنا 3 مرات في الاسبوع في الكادة، وفي كمان جهاز الكوميتي بيتمرن كمان 3 مرات، بس احنا في الكادة بنمرن 3 مرات في الاسبوع. البراعم ليه بطولة واحدة بس في السنة اسمها بطولة القاهرة، يعني طبعا الاهلي داخل محافظة القاهرة، دي بتتلعب مرة في الصيف ومرة في الشتاء. احنا عندنا في النادي الاهلي عندنا مشكلة كبيرة عامة، مش في القرية بس في الكلية، احنا ما بنقدرش اقل من المركز الاول، دي عندنا سياسة يعني بشكل عام في النادي الاهلي. فاحنا دايما بنعودهم ان تيشيرت النادي الاهلي او ترنج النادي الاهلي ده مسؤولية حتى ان هم صغيرين، عشان بعد كده لما يطلعوا يكبروا يبقى طموحهم اول عالم مش اقل من كده. والله هو الموضوع بدأ من الحصر الفترة اللي فاتت، الولد لقيت حاسس ان عنده طاقة جامدة جدا في البيت وبيتنطط وبيضرب وبتاع، فقلت طب ما هنوجهها يعني طالما الطاقة دي موجودة نوجه. هو طبعا لسه سنه صغير شوية ولسه 4 سنين بس، لا يعني في تغير شديد جدا يعني حتى في الاتيتيود بتاعه في البيت وكده، الموضوع اتوجه كويس قوي ولا لطيف جدا يعني. انا واخد الموضوع معاه يعني الاخطاء اللي الجيل بتاعنا وقع فيها شوية بحاول اتلافاها معاه، يعني مفيش فرق ما بين الرياضة والدراسة، يعني الاتنين دول ده كارير وده كارير لازم يمشي في الاتنين، بس لا ده مش اوبشن، لا ده از ماست، لازم يكون في رياضه ولازم يكون في حاجه هو متفوق فيها رياضيا عشان ده بيخلق له يعني ميزه بعد كده او ادفانتج بعد كده في الكارير بتاعه في حياته يعني. الاداره موفره مدربين ممتازين، كابتن احمد مدرب ممتاز بصراحه، بيعمل ميكس كده ما بين شويه حزم وشويه حنيه او هدوء، لان هم برده سنهم صغير جدا، فهو عارف يتعامل نفسيا كويس قوي مع الاطفال، ومطلوب ان الطفل من دول يبقى عارف ان في حزم وفي هدوء ويبقى في مكافاه لما يعمل حاجه كويسه الاجاده يعني. لا الموضوع ماشي بشكل محترف وشكل ممتاز بصراحه، انا مبسوط جدا يعني. اكيد طبعا، بس هي طول ما هي شايفه ان هي بتتقدم وبتاخد بطولات، تخش مثلا بطولات او مثلا كل شهر مثلا تاخد حزام، فشايفه ان هي بتتقدم في اللعبه كتير، فهي بتتحفز لوحدها، وهي عشان حابه اللعبه فهي مش محتاجه تشجيع. الموضوع صعب شويه طبعا لان الدراسه مش سهله يعني، وقت التمارين برضو، بس الحمد لله بنقدر نوفق ان احنا ممكن مثلا نذاكر هنا شويه في النادي، وبنظبط بقى الوقت في البيت، بنحاول ننظم الوقت في البيت. طبعا رياضة في منتهى الأهمية بالذات في مراحل سنية معينة، وبالذات كمان لنوع معين من الأطفال، يعني في أطفال عندهم تركيبة شخصية بتحتاج في بعض الأحيان إن احنا نشركهم في رياضة زي الكاراتيه أو ما شابه. المهم نما إلى علمي إن الهواد كانت بتلعب كاراتيه زمان، صح كده؟ صحيح. ده إمتى في أي مرحلة؟ ده وأنا كنت صغيرة جدا، صغيرة جدا، وعايزة أقول لك بقى بما إن احنا اتكلمنا عن النقطة دي وبما إن احنا شفنا يعني مشاهد جميلة قوي، كان في ولد يمكن صغير خالص عنده يمكن 4 سنين جميل. موجود يعني ضمن اللي بيتمرنوا، بس في نقطة مهمة جدا بقى هي فكرة المدرب. أنا سبت الكاراتيه رغم إن أنا لعبت وأنا سني صغير جدا، بس سبته ليه؟ لأن المدرب بتاعنا كان بيتعامل معانا بقسوة شديدة، يعني احنا كنا صغيرين جدا عندنا 4-5 سنين، وهو انت عارف هناك المفروض المدرب لما انت تعمل مثلا حركة غلط فبيضرب اللاعب على يعني على رجليه بالحزام، بس مفروض ان هي بتبقى لمسة يعني لمسة، هو كان بيتعامل معانا بعنف، فانا بعد حصلت كذا مرة قلت الاهلي انا مش هكمل. فالمدرب عليه عامل كبير جدا، عشان كده دايما بنقول وبنأكد ان المدرب هو عليه شق كبير، او هو يعني التركيز عليه بيبقى اكبر، لان هو اللي بيفرق في حياة بعد كده اللاعب ده سواء بالإيجاب او بالسلب طبعا. فطبعا احنا شفنا مشهد في غاية الاحترام، وشفنا عندنا مدربين لو هنتكلم هنا تحديدا عن نادي الاهلي لا متخصصين، مش بنتكلم عن ناس هو جاي مرن اشبال صغيرين، لا احنا بنتكلم في ناس متمكنه. فهي دي بس النقطه اللي حبيت ان انا اتكلم فيها.